السيسي وناظر القبرصي يشيدان بالعلاقات بين البلدين ويؤكدان ضرورة المضي في تنفيذ المشروعات المشتركة. السيسي يشيد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي. والمصريون في الخارج يواصلون الإبداء بأصواتهم في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، وبداية هذه النشرة مع الزميل همام مجاهد. إليك همام. شكرا جزيلا لك إلاس، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة. إذن تشهد العاصمة القبرصية نيقوسيا قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أنستسيادس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس، وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة الثلاثية تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط. كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية. أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي على التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم مطرد. جاء ذلك خلال لقاء نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس في مستهل زيارة الرئيس لقبرص، حيث أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان. فيما أشاد الرئيس القبرصي بخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص ومتانة العلاقات بين البلدين، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين شددا على ضرورة المضي قدما في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي. هذا وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية في قبرص، حيث تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة وكذا الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحبا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية. اكتسبت العلاقات بين مصر وقبرص واليونان عمقا وبعدا استراتيجيا بفضل دعوة مصر لإنشاء منتدى غاز المتوسط. ويأتي تكثيف التعاون بين الدول الثلاث في توقيت مهم تشهد فيه منطقة شرق المتوسط تهديدات متعددة. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. العلاقات المصرية القبرصية علاقات قوية وممتدة، حيث ترتبط مصر وقبرص بعلاقات صداقة تاريخية.
كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية قبرص فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960. القرب الجغرافي والتمازج الحضاري والثقافي أسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتعكس زيارة المتبادلة ولقاءات بين القادة والمسؤولين في البلدين حجم قوة تلك العلاقات. وتتويجا لهذه العلاقات جاء إعلان القاهرة في نوفمبر 2014 كنواة لإقامة تحالف بين مصر وقبرص واليونان، حيث يجمع الأطراف الثلاثة قاسم مشترك في التوجهات يمكن على أساسه تدشين ركائز حقيقية قابلة للظهور في صورة سياسات عملية. وفي إطار آلية تعاون ثلاثية، جدد قادة مصر وقبرص واليونان خلال قمم ثلاثية متعاقبة تأكيدهم دفع مجلة التعاون المشترك بين بلدانهم وتشكيل حصن منيع في مواجهة التطرف والإرهاب. تلك الروابط القوية بين مصر وقبرص وفرت أساساً للتعاون الاقتصادي، لا سيما في مجال الطاقة واستغلال الفرص المتاحة في ضوء دور مصر المتميز على خريطة الطاقة العالمية، والجهود التي تبذلها الدولة لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في أعقاب اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق المتوسط، وتوقيع اتفاقية مد أنابيب غاز بين قبرص والمستودعات المصرية، فضلا عن التوقيع على الاتفاق الإطاري للربط الكهربائي بين مصر وقبرص تحديدا في مايو 2019، وما يمثله ذلك من أهمية كبرى في الربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية. أدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى ظهور منتجات جديدة على قائمة الصادرات المصرية لقبرص، وتضاعفت الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة سواء الطازجة أو المعلبة أو المحفوظة. وعلى صعيد التعاون السياحي، تمثلت اتفاقات التعاون في هذا المجال على جذب الحركة السياحية بين البلدين. أما ثقافيا، فقد أطلقت مصر في أكتوبر 2017 أسبوع الجاليات، هذا بالتعاون مع اليونان وقبرص، حيث ولأول مرة يعقد لقاء يجمع بين أبناء من ثلاث دول، مصر وقبرص واليونان، عاشوا على أرض مصر، وذلك لإحياء الاحتفاء الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية تحت شعار العودة للجذور. أما عسكريا، فيمثل التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك ميدوزا، والذي يقام بشكل دوري، يمثل عنوانا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة مع الدول الصديقة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا للعلاقات المصرية القبرصية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. وتتميز العلاقات المصرية مع كل من اليونان وقبرص بالتقارب الشديد، وشهدت خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت حراكا سياسيا غير مسبوق، حيث جمع زعماء الدول الثلاث 7 قمم ثلاثية. تمر العلاقات المصرية اليونانية القبرصية بمرحلة تقارب حيوي هام وغير مسبوق في المجالات كافة، وتشهد حراكا سياسيا يستند على العلاقات التاريخية والجغرافية التي جمعت بين الدول الثلاث. ويأتي توقيت انعقاد النسخة 8 من القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية حاملة رسائل تنمية مستدامة لشعوب بلادها في ظل توترات كبيرة تشهدها منطقة شرق المتوسط. عقدت القمة الأولى بين قادة مصر واليونان وقبرص بالقاهرة في نوفمبر من العام 2014، وتمخض عنها إعلان القاهرة كنواة لإقامة تحالف بين الدول الثلاث، بينما عقدت القمة الثانية في أبريل 2015 في نيقوسيا، وكان أبرز نتائجها هو الاتفاق على استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث، الأمر الذي أتاح اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية المصرية. وفي 9 ديسمبر عام 2015 عقدت القمة الثلاثية في دورتها الثالثة بالعاصمة أثينا، واتفق خلالها قادة الدول الثلاث على أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات. وجاء الاتفاق على تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والنقل البحري والسياحة والزراعة بين قبرص ومصر واليونان كأبرز نتائج النسخة 4 من القمة الثلاثية بين قادة الدول، والتي عقدت بالقاهرة في 11 أكتوبر عام 2016. أما النسخة 5
فعقدت في نيقوسيا في 20 من نوفمبر عام 2017، وناقشت سبل دعم وتعميق العلاقات المميزة بين الدول الثلاث. ثم جاء الاتفاق على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي كأحد أبرز نتائج النسخة السادسة من القمة الثلاثية، والتي عقدت في جزيرة كريت في أكتوبر من العام 2018. وبعدها بعام في 2019 استضافت القاهرة النسخة السابعة من القمة الثلاثية. انتظام عقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص يعكس حرص قادة الدول الثلاث على تنسيق الجهود لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبهم. لمزيد من التفاصيل حول هذه القمة ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. أي رؤية مشتركة تجمع بين الدول الثلاث في السبع قمم السابقة وبالتالي في هذه القمة الثامنة؟ يعني انعقاد القمة الثلاثية اليوم في قبرص التي تجمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي، انعقاد هذه القمة يعكس إصرار الدول الثلاث والزعماء الثلاثة على ضرورة تدعيم وزيادة توثيق علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدول الثلاث، مصر واليونان وقبرص. وإحنا عارفين أن العلاقات بين الدول الثلاث شهدت طفرة متميزة للغاية في كافة المجالات منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم في يونيو 2014. القمة الثلاثية يعني سوف تقوم ببحث عدد من الملفات، وفي مقدمة هذه الملفات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، وخاصة التعاون في مجالات الطاقة وخاصة الغاز والبترول في ضوء يعني الاكتشافات الخاصة بالغاز والبترول في المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص واليونان. واحنا لازم يعني لابد من احنا نشير الى ان هذا النموذج الذي يحتذى به في التعاون الاقليمي واداره العلاقات الدوليه من شانه ان يؤدي الى تحقيق الامن والاستقرار في منطقه شرق البحر الابيض المتوسط. طبعا سعادة السفير هذه القمة هي مهمة في حد ذاتها بالنظر إلى الموضوعات التي تتناولها هذه القمة، لكن لابد أيضا من الإشارة إلى أو إلى أي مدى يمكن لهذه القمة أن تجمح التدخلات التركية، الطموح التركي، التوسعات التركية في منطقة شرق المتوسط والتدخلات في الدول الأخرى. يعني موقف مصر وموقف اليونان وموقف قبرص موقف يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. الاستفزازات والإجراءات الأحادية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط بتعد انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولميثاق الأمم المتحدة. واحنا شايفين ان المجتمع الدولي كل يوم بيدين وينتقد هذه الاستفزازات التركية، وخاصة في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص والمياه الإقليمية لقبرص، وكذلك في المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة لليونان. ولكن المجتمع الدولي يدين هذه التصرفات غير الشرعية وغير القانونية، هذا فضلا عن إدانة المجتمع الدولي للتدخلات الاستفزازية، التدخلات التركية العسكرية في شمال العراق، التدخل التركي في سوريا وتمويل وتدعيم الميليشيات الإرهابية في سوريا، التدخل العسكري التركي وقيام تركيا بتمويل الميليشيات الإرهابية في ليبيا. المجتمع الدولي يدين هذه التصرفات، وإحنا شفنا خلال القمم الأوروبية الأخيرة خلال الأسابيع الماضية هدد الاتحاد الأوروبي بالعمل على فرض عقوبات على تركيا إذا لم تمتنع عن الاستفزازات التي تقوم بها في شرق البحر الأبيض المتوسط. ولكن حضرتك اسمح لي أن أنا أشير إلى أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص بتلعب دور مهم جدا في تحقيق قدر كبير من التقارب بين الدول العربية والدول الإفريقية من جانب ودول الاتحاد الأوروبي من جانب آخر، خاصة بعد النجاح اللي حققته القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ في فبراير
2019. اسمح لي حضرتك ان انا اشير الى نتيجه في منتهى الاهميه للقمه الثلاثيه المصريه اليونانيه القبرصيه، وهي انشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تدشينه في 14 يناير 2019 تنفيذا لتوصيه القمه المصريه اليونانيه القبرصيه في كريت في اكتوبر 2018، واللي تحول الى منظمه غاز شرق المتوسط اللي هتاخد من القاهره مقرا او مركزا لها لاجل تدعيم علاقات التعاون بين الدول المنتجه للغاز والدول المستورده ودول العبور. طيب سعاده سفير، مجال الطاقه بين الدول الثلاث ده جاء نتيجه ان مصر اصبحت مركز اقليمي للتداول وصناعة وتجارة. طيب اسمح لي سعادة سفير، يعني مصر مؤخرا بدأت تعتمد آلية التعاون الثلاثي في تنفيذ أو تنظيم تكتلات إقليمية كبرى، سواء كان ذلك بين مصر وقبرص واليونان، أو حتى بين مصر والعراق والأردن، أو حتى بين مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية السياسية. كيف تقيم هذه الآلية الثلاثية التي بدأت مصر في تنفيذها وتبنيها خلال الفترة الماضية؟ يعني آلية التعاون الثلاثي بداية من آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وبين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات، وبين مصر والأردن والعراق، بتهدف في المقام الأول إلى تعظيم المصالح المصرية وتعظيم المصالح المصرية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية من جهة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة شرق البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي أهمية كبيرة لتعظيم مصالح مصر في كافة المجالات، وده من خلال دبلوماسية التنمية الاقتصادية اللي السيد الرئيس عمل على يعني تفعيلها وتنظيمها خلال السنوات الستة الماضية. المصالح المصرية بتأتي في المقام الأول من اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهة، وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من جهة ثانية، والعمل على وقف التدخلات التركية السافرة. نعم، وربما نتائج ذلك تبرز سعادة سفير في التوازن الذي قدمته مصر وتتبناه مصر في العلاقات بين الدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، بين قارتها الأفريقية والدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي وشرق المتوسط. على أي حال سعادة سفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، ويصوت المصريون بالخارج في 140 لجنة بالقنصليات والسفارات المصرية في 124 دولة عبر البريد المستعجل لمدة 3 أيام. من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة أن غرفة عمليات الوزارة تتابع خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية. وثمنت وزيرة الهجرة دور وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تسهيل العملية الانتخابية، كما أشادت بدور رموز الجاليات في الدول العربية والأجنبية في مساعدة المواطنين في إرسال استمارات التصويت. وأكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج دائما يضربون أروع الأمثلة في وطنيتهم وولائهم لمصر. وإلى الملف اللبناني، حيث أكد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أنه سيبقى متحملا لمسؤولياته في التكليف والتأليف وضد كل من يمنع إجراء الإصلاح وبناء الدولة. وأكد عون في كلمة للبنانيين أن الوضع المتردي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم في ظل الأعباء المتراكمة والمتصاعدة على كاهل المواطنين، محملا القوى السياسية مسؤولية ذلك. أيها اللبنانيون، اليوم مطلوب مني أن أكلف ثم أشارك في التأليف عملا بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف
بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح. هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانية باسم الشعب الذي تمثلون، وأنتم اليوم مدعوون باسم المصلحة اللبنانية العليا لتحكيم ضميركم الوطني وحس المسؤولية لديكم تجاه شعبكم ووطنكم. قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظل على العهد والوعد، وأملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدولية. ذلك أن الوضع المتردي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين. وينضم إلينا هاتفيا للحديث أكثر عن كلمة ميشيل عون والشأن اللبناني دكتور فادي الأحمر، المحلل السياسي اللبناني والباحث في شؤون الشرق الأوسط. أرحب بك دكتور فادي بداية على شاشة أكسترا نيوز. أهلا أهلا. إذا تابعنا منذ قليل هذه الكلمة للرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، وفي هذا الجزء اللي تابعناه الآن يعني على الشاشة، هو يعني حمل مسؤولية كبيرة اليوم للنواب وقال بأنهم مسؤولون عن الرقابة البرلمانية باسم الشعب اللبناني ودعاهم لتحكيم ضمائرهم. كيف ترى توجيه ميشيل عون دكتور فادي لهذه الكلمة للنواب يعني بحد ذاتهم؟ دعيني سيدتي في البداية أقول أنا متفاجئ جدا من هذه الكلمة ومن إجابات الرئيس ميشيل عون إلى الصحفيين على الأسئلة التي طرحوها. أنا كنت أأمل من رئيس الجمهورية في هذا الظرف الدقيق الدقيق جدا والصعب جدا على البلاد أن تكون كلمته هي كلمة جامعة وليست كلمة تفرد، كلمة تطري كما نقول باللبناني، تطري الامور الاجواء وليست كلمه تصاعد الاجواء في الاجواء، يعني ونحن عشيه الاستشارات النيابيه لحكومه رغم ما اخذنا عليها، رغم رفضنا لان تعود الطبقه السياسيه اليها، ولكن اصبحنا كلبنانيين نتمسك بحبال باي قارب نجاه يعني للخروج من هذا من المأزق او لامكانيه الخروج، دعيني اقول. بالتالي هذه الكلمة أتت مفاجئة فعلا، ولا نعرف إذا يعني هناك كما العديد من اللبنانيين في هذه اللحظة يتساءلون هل هو ميشيل عون الذي يتكلم أم جبران باسيل؟ هلا بالإجابة على سؤالك، يعني ميشيل عون هو نفسه لديه أكبر تكتل نيابي، ولكن هو نفسه كان يطالب بأن توزر بأن تكون هناك حكومات مصالحة وحدة وطنية وأن تمثل كافة الكتل النيابية في الوزارات، فكيف لمجلس نيابي ممثل في الوزاره ان يحاسب هذه الوزاره؟ وهو اليوم يريد يعني بالامس كان يريد ان يكون جبران باسيل شريك في الوزارات، وبالتالي تكتله النيابي الذي هو الاكبر ان يكون في الوزاره، فكيف لتكتله النيابي ان يحاسب وزرائه في الحكومه؟ هذا تناقض تام، هذا خارج المنطق. وبالتالي اليوم هو ربما لانه عجز فشل في جمع جبران باسيل بسعد الحريري، هو اصبح مجبرا غدا في المتابعه في عدم تاجيل الاستشارات، وبالتالي سيكلف سعد الحريري بدون تنسيق مع جبران باسيل، وبالتالي ربما هو يحضر لمعارضه لهذه الحكومه يقودها جبران باسيل ربما، ولكن ايضا هناك تناقض، يعني اذا كان هذا الطرح هو الذي يسعى له او الذي طرحه، هناك تناقض لانه جبران باسيل في الحكم من خلال رئيس الجمهوريه. وبالتالي يعني دكتور فادي ذكرت العديد من النقاط، اولا هل برايك من الصعب اليوم فعلا في لبنان محاسبه اذا يعني الفاسدين كما يظهر علينا مرارا وتكرارا ميشيل عون، ويركز تحديدا على هذا الموضوع على موضوع يعني ملف الفساد، وبالتالي ايضا بالنسبه لموضوع الاستشارات النيابيه ومع انتهاء مهله تاجيل هذه الاستشارات اليوم، هل سيتم بالفعل حسم ملف تسمية الحكومة اللبنانية؟ يعني أصبح من خلال كلمة الرئيس أصبح هو عاجز عن أو غير قادر على تأجيل الاستشارات لأنه سيكون هناك معارضات أو انتقادات كبيرة له، يعني بحسب الدستور هو ليس ملزما بمدة محددة للقيام بالإجراء بالاستشارات المنطقة، هذا من جهة. أما من جهة ثانية
صحيح أصبح معروفا أنه غدا، لأنه هناك أستاذ الحريري سيكلف، لأنه أصبح هناك عدد من النواب من الكتل النادية التي ستسميه، باستثناء كتلة حزب الله التي حتى الساعة لا نعرف ما إذا كانت ستسميه أو لا، رغم من أنه حزب الله يحبذ أو يريد أستاذ الحريري في رئاسة الحكومة لعدة أسباب ربما ليس الوقت لتفصيلها. وبالتالي نحن ذاهبون إلى 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 تكليف سعد الحريري، ولكن المشكلة اليوم وتأكدت اليوم من خلال كلمة الرئيس مشكلة في التأليف، لأنه سعد الحريري يظهر وكأنه مجبرا أصبح عفوا ميشيل عون أصبح مجبرا بسعد الحريري، وهو سيمارس دوره كما قال في كلمته في التأليف بحسب ما يمليه عليه الدستور، أنه هو سيمضي سيوقع على تأليف الحكومة، وبالتالي يعني انطلاق ورشة تشكيل حكومة بهذا الجو تؤشر على انه مساله التشكيل سوف تكون صعبه على سعد الحريري، والتنسيق بين جيران وسعد الحريري اصبح سيكون صعب جدا، وبالتالي نحن ذاهبون الى 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 ازمه تشكيل كبيره جدا، بالرغم من الظروف الصعبه، بالرغم من 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 الوضع بطبيعه الحال دكتور فادي، الايام يعني القادمه ستجاوب على الكثير من هذه الاسئله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور فادي الاحمر، المحلل السياسي اللبناني والباحث في شؤون الشرق الاوسط، على كل هذه التفاصيل. قالت وكاله الانباء السوريه ان الاحتلال الاسرائيلي شن عدوانا بصاروخ على مدرسه جنوبي البلاد، واوضحت ان الصاروخ استهدف مدرسه في قريه الحريه بريف القنيطره الشمالي، ما اسفر عن اضرار ماديه فقط. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف استهدف مقرا للميليشيات الإيرانية في المنطقة. أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعود بالنفع على مؤسسات الدولة والمواطنين السودانيين. وقال حمدوك على حسابه الرسمي على فيسبوك إن السودان سيعود للنظام المالي والمصرفي العالمي بعد قرار بدء رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح أن هذا القرار يفتح المجال لإعفاء السودان من ديونه والتي تبلغ 60 مليار دولار، ويفتح الباب للاستثمارات الإقليمية والدولية. وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى العاصمة البريطانية لندن ضمن جولته الأوروبية الرسمية، وتعد لندن هي المحطة الأخيرة ضمن جولته الأوروبية التي تشمل العواصم الفرنسية والألمانية والبريطانية، حيث التقى الكاظمي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، وفي برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. قال مصدر قضائي فرنسي إن 7 أشخاص سيمثلون اليوم أمام قاضي تحقيق فرنسي متخصص بقضايا مكافحة الإرهاب، تمهيدا لفتح دعوى واحتمال توجيه اتهامات إليهم على خلفية ذبح مدرس على يد متشدد بإحدى ضواحي العاصمة باريس. وقال المصدر إن الأشخاص 7 هم قاصران يشتبه في تلقيهما أموالا من القاتل مقابل تزويده بمعلومات عن الضحية ووالد تلميذة شن حملة ضد المدرس، وداعية إسلامي وثلاثة أصدقاء للجاني يشتبه في أنهم رافقوه أثناء شراء السلاح. أعلنت القوات المسلحة الفرنسية أنها أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ كروز من غواصة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن هذا النجاح يعطي القوات البحرية قدرة استراتيجية جديدة ويضعها بين الأفضل في العالم، مضيفة أن الغواصات الفرنسية بات بإمكانها تدمير بنى تحتية من مسافة بعيدة.
أعلن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن المجلس سيصوت الاثنين القادم على تعيين القاضية أمي كوني باريت لشغل المنصب الشاغر بالمحكمة العليا. وقال ماكونيل خلال مؤتمر صحفي أن التصويت على تعيين القاضية سيكون إنجازا ضخما آخر في الجهود الساعية لتعيين رجال ونساء بالمحاكم الفيدرالية. هذا وكان الرئيس دونالد ترامب قد رشح باريت وهي قاضية محافظة لتحل محل القاضية السابقة روث بادر جينسبورغ والتي توفيت الشهر الماضي. يظهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم لأول مرة في فعاليات الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن. وقال مساعد لأوباما أن الرئيس السابق الذي تولى الرئاسة لثمانية أعوام وكان بايدن نائبة سيحث المؤيدين على التصويت مبكرا للمرشح الديمقراطي خلال تجمع انتخابي في فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا. أظهرت بيانات قدمت إلى لجنة الانتخابات الأمريكية أن حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن دخلت المرحلة الأخيرة من السباق بتفوق مالي كبير على الرئيس دونالد ترامب. وجمعت حملة نائب الرئيس السابق أموالا وأنفقت أكثر من حملة ترامب في سبتمبر، حيث جمعت حملة بايدن 281 مليون دولار خلال الشهر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما جمعته حملة ترامب. لكن ذلك لا يضمن له التفوق أو التقدم في الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر القادم. هذا وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية غدا الخميس المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط تعديل في قواعد إجراء المناظرة. بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستحسم اسم الرئيس الأمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة والمقررة في 3 نوفمبر المقبل. وتجرى يوم الخميس المناظرة الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن التي قررت اللجنة المشرفة على مناظرات انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة إغلاق مكبر الصوت للسماح لكل مرشح بالتحدث لبعض الوقت دون أن يقاطعه الآخر. اللجوء إلى آلية إسكات الصوت جاء بعد المناظرة الأولى التي جرت بين المرشحين في 29 سبتمبر الماضي، وذلك من أجل تحقيق التوازن الصحيح الذي يصب في مصلحة الشعب الأمريكي الذي تجرى من أجله هذه المناظرات. كما بررت اللجنة المشرفة هذه الخطوة بأنها جاءت بعد أن شهدت المناظرة الأولى بين المرشحين مقاطعة ترامب مرارا وتكرارا للمرشح الديمقراطي. وسيمنح منظم المناظرة كل مرشح دقيقتين دون انقطاع في بداية كل جزء من المناظرة يمتد إلى 15 دقيقة لكل منهما خلال المناظرة التي تبلغ مدتها الإجمالية 90 دقيقة. ورغم اعتراض حملة ترامب على التغيير إلا أنها أكدت أن الرئيس سيشارك في المناظرة، واصفة تغييرات اللجنة بالمتحيزة وأن محاولة اللجنة الأخيرة تهدف لإعطاء ميزة للمرشح جو بايدن الذي لم تعلق حملته على التغييرات. وأدلى نحو 30 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية، وهو رقم قياسي يمثل ما يربو على 1/5 من أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2016. أكد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه أن الاتحاد الأوروبي مستعد لخروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق تجاري. وفي كلمته أمام البرلمان الأوروبي أكد بارنييه أن الاتحاد الأوروبي يريد عقد صفقة مع بريطانيا وفق الإطار القانوني الذي تم وضعه دون تقديم تنازلات جديدة، مشيرا إلى أن الوقت ينفذ أمام هذا الخيار. وأضاف أن أوروبا ستظل على موقفها حتى اليوم الأخير من المفاوضات. قالت الشرطة ورجال الإنقاذ أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرين جراء انفجار قوي هز مبنى متعدد الطوابق في مدينة كراتشي جنوب باكستان. وقال رجال الإنقاذ أن بعض الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض والجهود مستمرة لإنقاذهم فيما لم يتضح بعد سبب الانفجار.
قال مكتب رئيس أرمينيا أرمين ساركسيان إنه توجه إلى بروكسل لبحث الصراع في إقليم ناغورنو كاراباخ مع حلف شمال الأطلسي ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ساركسيان سيلتقي خلال الزيارة بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وتابع أن أرمينيا تنتظر من قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي فعل كل ما هو ممكن لوقف القتال وإحياء اتفاق لوقف إطلاق النار. توقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن تنهي وكالة الأدوية الأوروبية مرحلة المراجعة والتقييم للقاح جامعة أكسفورد ضد كورونا في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى إمكانية وصول الجرعات الأولى للقاح المحتمل أوائل ديسمبر المقبل. وقال كونتي أن ذلك يعتمد على نتيجة اختبارات المرحلة الثالثة الجارية. سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات بواقع 317 حالة خلال الساعات ال 24 الماضية، فضلا عن 15700 إصابة جديدة. وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى نحو 25000، وبلغت حصيلة الإصابات أكثر من 1,400,000 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وصف رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل الموجة الثانية من فيروس كورونا بأنها وحشية ومؤلمة. وأكد ميشيل في كلمة أمام البرلمان الأوروبي أن مواجهة الموجة الثانية من كورونا تتطلب مواصلة تعزيز الجهود من أجل المزيد من التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعد اختبارا حقيقيا للتعامل الأوروبي مع الأزمات ككتلة واحدة. وفي الهند أظهرت بيانات وزارة الصحة في البلاد أنها سجلت أكثر من 54000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى أكثر من 7,650,000 إصابة. وقالت الوزارة أنها رصدت 717 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى نحو 116000. ويشار إلى أن الهند سجلت ثاني أكبر عدد إصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. محليا، تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود حصر الأراضي اللازمة لتطوير المدن القديمة وإنشاء مشروعات بها على غرار الأسمرات وبشائر الخير. وفي اجتماع انضم عدد من الوزراء والمسؤولين، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسي ببدء العمل في تطوير المدن القديمة وإتاحة الأراضي التابعة لجهات الدولة والكائنة في الأحوزة العمرانية بهدف تطوير قلب هذه المدن، وكذا إتاحة وحدات سكنية لقاطني المناطق العشوائية للعمل على تحسين ظروفهم المعيشية. لافتا إلى أنه كان قد كلف بتخصيص 400 مليون جنيه شهريا لصالح صندوق تطوير العشوائيات لدفع العمل في المشروعات المختلفة. كلف دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من حوافز استثمارية بحد أقصى شهر من الآن لجذب المستثمرين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال اجتماعه لأول مرة بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة بالمنطقة، أكد مدبولي دعم الحكومة المتواصل والدائم للهيئة، كما أشار إلى أن هذا الدعم سيتزايد خلال الفترة القادمة ليصل إلى أقصى درجاته. يواصل الاقتصاد المصري تحقيق الأرقام القياسية بشهادة المؤسسات العالمية، ذلك في الوقت الذي تشهد فيه معظم اقتصاديات المنطقة انكماشا ملحوظا. تصدر الاقتصاد المصري محور اهتمام مؤسستي صندوق النقد والبنك الدوليين بمنطقة الشرق الأوسط
لتعكس فعالية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ خلال الفترة من 2016-2019، بجانب قدرة المشروعات القومية على تعزيز تماسك الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا العالمية، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه معظم اقتصاديات المنطقة انكماشاً ملحوظاً. مجموعة البنك الدولي في تقريرها الذي تناول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظت على توقعاتها للاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو إيجابية. في إشارة على نجاح مصر في امتصاص تداعيات الوباء العالمي بفضل الإجراءات المتخذة على مدار السنوات الماضية، ما عزز قدرة مصر على التعافي والمضي قدماً نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية. البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشاً بنسبة 5.8% خلال العام المالي 2022-2023 مع تعافيه من آثار جائحة كورونا، على أن يحقق نمواً بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، وذلك بفضل الخطة الطارئة التي أعلنتها مصر لمواجهة جائحة كورونا، والتي شملت تخصيص 100 مليار جنيه تمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي. صندوق النقد الدولي في وصفه للاقتصاد المصري خلال عرضه لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكد أن البرنامج الإصلاحي الذي وضعته مصر خلال الفترة السابقة ساهم بشكل كبير في دعم مؤشرات الاقتصاد والتوقع بارتفاع معدلات النمو لمستوى 3.5%، على أن يسجل 5.6% خلال عام 2025 بجانب تراجع معدلات التضخم لرقم أحادي وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة رغم جائحة كورونا. التقارير التي تلقتها مصر من قبل صندوق النقد الدولي أشادت بدور الدولة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح جديدة، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم بدرجة كبيرة في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري رغم فيروس كورونا. أعلنت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد إجراء المسح السمعي ل 951,648 طفل حديث الولادة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر من العام الماضي. هذا وأوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أنه تم فحص 1580 طفل غير مصري من المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة التي انطلقت في 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية، وكشف أنه تم تحويل 63,363 طفل لإجراء اختبار تأكيدي، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفا أنه تم تحويل 6,384 طفل بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات الإحالة في المحافظة للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة. قال وزير النقل كامل الوزير أن النقل من أهم عناصر التطور في العالم حاليا، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي. وخلال ترأس اجتماع دورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، أكد الوزير في كلمته أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة قطاعات النقل، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروعات الوزارة في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 بلغت 1,100 مليار جنيه، لافتا إلى حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات بين الدول العربية. كل المجالات سواء النقل البري، النقل البحري، النقل الجوي، وخاصة السنة دي في ظل جائحة كورونا اللي أثرت طبعا مش على النقل فقط ولا على يعني النقل العربي أو النقل حتى داخل الدول العربية كل دولة الواحدة، ولكن أثرت على كل نواحي الحياة. وطبعا النقل بيتأثر بشدة نتيجة طبعا أن غلق الحدود والإجراءات طبعا الاحترازية اللي كل دولة بتنفذها، وده من حقها، فده طبعا بيأثر على تنقل الأفراد وتنقل البضائع بين الدول العربية.
أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن تكامل قطاع النقل البري بين الدول العربية ما زال يعاني من البطء الشديد لأسباب مختلفة، مؤكدا ضرورة توحيد تشريعات بصورة تسمح بتطوير هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء النقل العرب. معكم في هذه القمة، هذه القمة التي تعقد للمرة الثانية، المرة الثامنة، التي تعكس الثقة والعلاقات الأخوية وأيضا لها أهمية استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي. وكما أكدنا دائما أن العلاقات الثنائية بيننا لا تأتي ضد أي دولة، ولكن بالعكس من ذلك أنها تهدف إلى السلام والاستقرار والأمن في الشرق البحر المتوسط. القانون الدولي بما في قانون البحار وأيضا مبدأ علاقات حسن الجوار. الأصدقاء والصديقات نأخذ في الاعتبار الإرادة والرغبة الصادقة من الدول الثلاثة لتوسيع التعاون المفيد فيما بيننا. لقد سنحت لنا الفرصة اليوم من خلال حوار بناء أن نناقش طرق مزيد من تقوية التعاون فيما بيننا بتبني إعلان نيكوسيا الذي يعد مرجعية وأيضا الوثيقة التي يسترشد بها لتحقيق الأولويات التي وضعناها. في ذات الوقت أود أن أهنئ وأرحب بقرار إنشاء أمانة دائمة للتعاون الثلاثي فيما بيننا يكون مقرها نيكوسيا. السيدات والسادة، خلال المشاورات التي تمت اليوم بالإضافة إلى مجالات التعاون القائم، فقد سنحت لنا الفرصة لدراسة التقدم المحقق في عدد من المجالات، وسوف أتطرق إليها فيما بعد، وأيضا طرق دعم النشاطات في عدد من المجالات الجديدة. في مجال الطاقة الذي يعد أحد أهم المجالات التعاون في الآلية الثلاثية، فقد أعدنا التأكيد على إرادتنا القوية لتوطيد التعاون فيما بيننا، وأيضا من خلال عدد من الاتفاقيات لاستغلال ونقل الغاز الطبيعي. في هذا الإطار فإننا نرحب بتوقيع الوثيقة التأسيسية لمنتدى الغاز الشرق المتوسط East Mediterranean Gas Forum، وهو منظمة إقليمية لتنسيق سياسات الطاقة بين الدول السبعة المؤسسة لهذا المنتدى. وطبعا هذا يعد نجاح لمبادرة حلم رؤية عبر عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذا التعاون يقوم بالربط بين بلاد هناك خلافات فيما بينها، إلا أن هذه المبادرة قد ساعدت في التقريب بين هذه الدول وأثبتت كيف يستطيع الحوار والتفاهم المشترك وأيضا المصالح أن تؤدي إلى إيجاد عوامل للاستقرار والسلام، وأيضا إيجاد حلول للخلافات المهمة التي قد تكون قائمة. في ذات الوقت فقد أعدنا التأكيد على أهمية الربط الكهربي
بواسطة كابل يورو أفريكا إنتر كونيكتور بين الدول الثلاث، وهو مشروع يدعم الأمن، أمن الطاقة ليس فقط للدول المشاركة ولكن أيضا بالنسبة لأوروبا. وطبعا الموقف كان مشترك من أجل ضرورة زيادة الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتتضمن اتخاذ إجراءات محددة ضد من يقوم بدعم المنظمات الإرهابية بالمال بالسلاح وبالمقاتلين. أيضا هناك موضوع قد شغلنا وهو خاص بالأسباب التي تؤدي إلى ظهور تدفقات من اللاجئين والمهاجرين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الآثار التي تترتب عليها، ومع الأخذ في الاعتبار أن طريق شرق البحر المتوسط هو أنشط طريق للهجرة إلى أوروبا. وفي هذا الاتجاه فإننا نشير ونؤكد على مدى أهمية الدور الذي تقوم به لمواجهة تدفقات المهاجرين، وتتكلف الكثير من التكاليف للدفاع ومكافحة النشاط الذي يقوم به مهربي المهاجرين وأيضا من يقومون بتهريب اللاجئين. في ذات الوقت تم الاعتراف بالإنجازات ذات العلاقة التي حدثت في مصر من خلال تبني استراتيجيات وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأيضا الاتجار بالبشر. هناك موضوع آخر قد شغلنا وهو ذات أهمية، وهو الحفاظ وحماية التراث الثقافي للبلاد، بلاد البحر المتوسط والشرق الأوسط، مع التأكيد على إصرارنا مواجهة بشكل حاسم لموضوع الحماية الخاصة بالتراث الثقافي في الأعماق أعماق البحر من خلال إبرام اتفاق ذات علاقة. السادة والسيدات، فإن اجتماعنا اليوم يتم في فترة حاسمة للشرق الأوسط بشكل أوسع، للأسف في الوقت الذي نلاحظ فيه عدد من أشكال التعاون والنشاطات التي تهدف إلى إرساء السلام والاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط، إلا أن تركيا من خلال عدد من الممارسات غير القانونية تؤدي إلى تدهور الوضع وزيادة التوتر وتقويض الاستقرار الإقليمي بغزو والتدخل في سوريا، إرسال متلازقة إلى ليبيا، التدخل في ناغورنو كاراباخ، وانتهاك الحقوق السيادية للحدود البحرية في البحر المتوسط وبحر إيجا. إن الثلاث دول تدين بشكل قاطع وحد الممارسات غير القانونية التي تمت في أغسطس فاماغوستا بدعوة تركيا أن تحترم قرارات 550 و 789 لمجلس الأمن باحترام هذه المنطقة الحديثة التي تعد من أهم النقاط لحل القضية القبرصية. ثانيا الممارسات وأفعال التنقيب غير الشرعية والمسح الزلزالي التي تتم في مناطق بحرية التي تم ترسيم حدودها وفقا للقانون الدولي بين الجمهورية القبرصية ومصر من خلال اتفاق تم التوقيع عليه في 2003. ثالثا محاولة إجراء
بحوث زلزالية غير قانونية في الجرف القاري لليونان، وأيضا الانتهاكات المستمرة في المجال الوطني اليوناني وفي بحر إيجا في المياه الإقليمية اليونانية. رابعا، التوقيع على مذكرات تفاهم غير شرعية باطلة قانونيا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، وهي مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين تركيا والسيد سراج فرج. وفي ذات الوقت أكدنا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة في الحدود البحرية، ليس من خلال تفسير تركيا ولكن من خلال اللوائح القانون الدولي ووفقا لما تنص عليه اتفاق قانون البحار للأمم المتحدة، بدعوة تركيا أن تتوقف بشكل نهائي على هذه الممارسات السابق الإشارة إليها. بالإضافة لذلك فقد تبادلنا وجهة النظر للتطورات الأخيرة فيما يتعلق بليبيا، مع التأكيد على ضرورة تحقيق تسوية شاملة تقوم على احترام وحدة سيادة ووحدة أراضي هذا البلد. فيما يتعلق بالوضع في سوريا فقد عبرنا عن ضرورة احترام الوحدة السيادة ووحدة أراضي واستقلال هذا البلد، كما عبرنا عن دعمنا الكامل إلى المبادرة التي بصدد القيام بها من جانب الأمم المتحدة. وقد ناقشنا أيضا عملية السلام في الشرق الأوسط، وقد عبرنا بالإجماع عن ضرورة إيجاد حل شامل ودائم على أساس قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالوضع بشكل شامل فقد ناقشنا التطورات التي حدثت مؤخرا بخصوص سد النهضة في أثيوبيا، وعبرنا عن قلقنا إلى أن المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي لم تؤدي إلى الثمار المرجوة، ويجب أن يستمر المشاورات على أساس إعلان المبادئ في 2015 بهدف تحقيق اتفاق متوازن وعادل. السادة والسيدات، مع الصديق الرئيس ومع الصديق رئيس الوزراء قد ناقشنا علاقات الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث قررنا إصرارنا أن نساهم في تحقيق علاقة شراكة مفيدة للجانبين، خاصة في مجالات ذات اهتمام مشترك. وما يهمنا هو تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشكل يكون لفائدة مصالح واهتمامات الاتحاد الأوروبي في منطقة شرق البحر المتوسط. وفي هذا الإطار فإننا قد قمنا بتحية التواصل والاتصالات التي تتحسن باستمرار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأيضا عبرنا سويا مع رئيس وزراء اليونان إن مصر تعد شريكا هاما للاتحاد الأوروبي وعاملا هاما للاستقرار في المنطقة وفي مجالات عدة مثل موضوع الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وموضوع الهجرة. كما تدركون فإن القضية القبرصية مع الأخذ في الاعتبار وجود زعيم جديد للقبرص الأتراك كان من ضمن الموضوعات التي طرحت في جدول أعمالنا اليوم. في هذا الإطار فإنني قد قمت بإبلاغ أصدقائي بأنني قد وجهت بالفعل دعوة
وقد تم قبول هذه الدعوة إلى الزعيم زعيم القبارس الأتراك للقيام باجتماع غير رسمي. وفي 19 أكتوبر قد أرسلت إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة معبرا عن استعدادي لأن أشارك في مبادرة جديدة في أقرب وقت ممكن على أساس التفاهم المشترك الذي تم بتاريخ 25 نوفمبر في برلين. وكما هو بديهي وأتمنى أن يلقى التفاهم، فإن العنصر الضروري لنجاح هذه الجهود هي توفير مناخ ملائم من خلال تقليل حدة التوتر والتحديات والاستفزازات من جانب تركيا والتوقف المباشر للتهديدات التركية وأيضا الممارسات الغير شرعية التي أشرنا إليها فيما سبق في هذه النقطة. أود أن أعبر عن تقديري العميق والعرفان والامتنان إلى الدول الصديقة وتحديدا إلى اليونان ومصر، ونحن لا نتجاهل أي بلد يقومون بدعمنا لإنهاء الاحتلال التركي غير شرعي وإيجاد حل يكون مقبولا من كافة الجوانب على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي وأيضا مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي، وهو حل يضمن وحدة الأراضي استقلال وسيادة قبرص الموحدة بعيدا عن نظام الضمانات الذي عفى عليه الزمن ويكون بعيدا عن تبعية إلى أي بلد ثالث ويقوم على احترام حقوق الإنسان المواطنين القبارس اليونانيين والقبارس الأتراك. فالأتراك فدولة أوروبية لا يمكن أن تكون تحت متابعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فهذا فقط ضمان لكي لا يشعر المواطنين القبارس الأتراك، ويجب أن يبتعدوا عن البحث عن أي حلول أخرى تؤدي إلى عرقلة أداء الدولة ذات نفسها. عزيزي الصديق الرئيس السيسي، عزيزي الصديق رئيس الوزراء كيرياكوس، أود أن أرحب بكم مرة أخرى وأعبر لكم عن امتنان الشعب القبرصي وامتناني الشخصي على دعمكم المتواصل لجهودنا لإيجاد حل القضية القبرصية وعموما للتعاون الأمثل الذي نتسم به على المحافل الدولية لكي نحقق ما نرغب فيه أن نكون عوامل للاستقرار والسلام في منطقتنا. شكرا وأرحب بكم مرة أخرى. الرئيس السيسي تفضل. شكرا فخامة الرئيس نيكوس. صديقي العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، دولة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتساتوكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن أتواجد معكم في هذا البلد الصديق، ويطيب لي توجيه الشكر للصديق العزيز فخامة الرئيس أناستاسيادس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فضلا عن حسن إدارة فعاليات اجتماعنا الثامن لقمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والذي يتزامن هذا العام احتفالنا بالذكرى 60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص عام 1960.
وأؤكد مجددا اليوم على ما تمثله آلية التعاون الثلاثي منذ تدشينها عام 2014 بالقاهرة من محفل استراتيجي لتبادل الرؤى حول سبل تطوير علاقات التعاون فيما بين دولنا الثلاث، والارتقاء بها على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الأولوية إقليميا ودوليا، سعيا لتعظيم المصالح المتبادلة بيننا وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، وبما يسهم في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه أمننا القومي. لقد أسهمت تلك الآلية في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الزراعة والنقل والسياحة والطاقة، انطلاقا من حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا من إمكانيات وموارد تؤهلها لتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرفاهية والرخاء. واتساقا مع ما تقدم، وقعت دولنا الثلاث إلى جانب شركائنا في شرق المتوسط على الميثاق التأسيسي لمنتزه غاز شرق المتوسط، الذي لا يمثل فقط نموذجا لتشجيع التعاون الإقليمي والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، وإنما يعد إطارا للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة في مجال الغاز لتوظيف الثروات الهائلة في شرق المتوسط من أجل تحقيق المنافع المتبادلة، مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية واتصالات بتلك الثروات. ومن هذا المنطلق تنفرد آليتنا للتعاون الثلاثي بكونها قدمت نموذجين ناجحين لتعيين الحدود البحرية استنادا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث وقعت مصر مع كل من قبرص واليونان اتفاقيتين في هذا المجال، وهما يعكس الإرادة السياسية المشتركة الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المتاحة خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة، وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة. السيدات والسادة، لقد شهد اجتماعنا اليوم مناقشات بناءة عكست توافقا في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية وبالأخص في منطقة شرق المتوسط، في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات. واتفقنا على ضرورة التصدي لتلك السياسات التصعيدية التي تزعزع استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن القومي، على متطلبات الأمن الإقليمي. وفي هذا السياق جددنا دعمنا لمساعي جمهورية قبرص الرامية لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية، استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على نحو يؤدي إلى إعادة توحيد شطري الجزيرة مرة أخرى. وتناولت محادثتنا مختلف جوانب وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث اتفقنا على ضرورة استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وكذا أهمية إنهاء حالة الجمود الراهنة واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق هذا الهدف المنشود. واستعرضنا الوضع في سوريا، وأشرنا إلى أن استئناف الحوار بين كافة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية وعناصرها. وأعربنا عن إداناتنا لأي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية أو مساعي لتغيير التركيبة السكانية بمناطق الشمال السوري، وجددنا التأكيد على دعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. من جهة أخرى أكدنا على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له تسليحا وتمويلا وتدريبا، مع انتهاج مقاربة شاملة لمعالجة كافة جذور والأسباب المؤدية له، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته
في مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن ومختلف أوجهه الدعم. هذا وقد أشادت القمة بالجهود المصرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين، ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ عام 2016 اعتماداً على قدراتها الذاتية وانطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية، خاصة وأن مصر لم تلجأ في أي مرحلة لاستخدام هذه المسألة كأداة للتفاوض أو المتاحة للمواطنين المصريين، ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ عام 2016 اعتماداً على قدراتها الذاتية وانطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية، خاصة وأن مصر لم تلجأ في أي مرحلة لاستخدام هذه المسألة كأداة للتفاوض أو الابتزاز مع شركائها الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية. وفي الختام أود أن أعرب عن تقديري لفخامة الرئيس صديق العزيز دولة الرئيس القبرصي ودولة رئيس الوزراء اليوناني على هذه المحادثات البناءة التي جرت في إطار من المودة والصراحة، وأتطلع إلى اجتماعنا العام القادم في الجمهورية اليونانية الصديقة، وشكرا. السادة الرؤساء، السيدات والسادة، لقد اختتمنا منذ قليل القمة الثلاثية الثامنة للتعاون بين اليونان، قبرص ومصر، وهذا نموذج للتفاهم بين شعوب ثلاثة متجاورة، وطبعا نموذج للمسيرة المشتركة للدول الثلاثة الذين لديهم بوصلة واتجاه يعتمد على القانون الدولي والسلام في هذه المنطقة المضطربة. وقبل حوالي عام في خلال اجتماعنا في القاهرة قد حدثت تطورات للأسف ليست مفرحة، ونحن نرى على كوكب الأرض الموجة الثانية من جائحة الكورونا، والتي أدت إلى فقدان أكثر من 1 مليون فرد لحياتهم وحوالي 40 مليون حالة كورونا، وهذا يؤدي طبعا إلى آثار مترتبة على الاقتصاد العالمي، وأيضا إلى ضرورة تماسك المجتمعات. طبعا الرئيسان قد تحدثا إلى الموضوعات الخاصة بالتعاون الثلاثي الرائع فيما بيننا. اسمحوا لي أن أتطرق بالمزيد إلى موضوعات ترتبط بالأمن الإقليمي، وطبعا انعقاد هذا الاجتماع يتزامن بتهديدات ومخاطر تصنعها القيادة التركية التي تتخيل مشروعات إمبراطورية توسعية من سوريا إلى ليبيا، من الصومال إلى قبرص، في بحر إيجا حتى بحر القزوين والكوكاز، وفي بعض الأحيان تطلع علينا بخرائط، بعض المذكرات للتعاون، وبعض اللوائح الداخلية لموضوعات يتم النص عليها في القوانين الدولية، وهذا في إطار استفزازات أحادية في إطار لغة خطابة متطرفة. وقد اتفقنا لأن هذا سلوك يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي ويشكك في التزامات اتفاقيات دولية، وفي ذات الوقت فإنه يقوم بتطرف
تقويض الأمن الإقليمي، والذي نعمل نحن كدول ثلاثة بجهود شاقة لتحقيق هذا الأمن. وطبعا عزيزي الرئيس نيكوس أناستاسيادس، فهذه الانتهاكات تؤدي إلى الاعتداء وإهانة قرارات دولية في مجلس الأمن، وتؤدي إلى مشاكل في حلف شمال الأطلسي. ومثل هذا السلوك يأتي في مواجهة سياسات دول هامة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، دول عربية ودول أخرى. وكانت لدينا الفرصة أن ندرك الآثار المترتبة على هذه الممارسات الاستفزازية التركية، وقد ناقشنا على مستوى ثنائي على مستوى ثلاثي كيف إن مذكرة الغير الشرعية بين أنقرة والإدارة في طرابلس، والتي تعتمد على حدود بحرية غير موجودة، قد ترتب عليها آثار كثيرة. وأيضا نقل المرتزقة السوريين يؤدي إلى تهديد الوضع في شمال أفريقيا والأمن على مستوى أوروبا، وطبعا يؤدي إلى تقويض وتقليل من شأن الجهد الذي نقوم به لمكافحة الإرهاب. وطبعا موقفنا تجاه ليبيا كما تم التعبير عنه من خلال مشاوراتنا، فهي واضح، فإن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يأتي فقط من الليبيين دون أي تدخل أي أجانب في هذا الموضوع. وطبعا من المفيد الإشارة إلى مبادرتين قامت بهما مصر مثل مبادرة الغردقة، وطبعا اليونان على استعداد للإسهام لليوم التالي في ليبيا. وقد ناقشنا أيضا السياسة الهجومية التركية ضد الجمهورية القبرصية التي لا تستمر فقط بإرسال سفن داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولكن للأسف يتدهور ذلك من خلال مبادرات مثل التي حدثت في الجبهة الساحلية في منطقة أموخستوس فماجوستا الحبيسة، وعن طريق إيجاد إصابة أخرى، جرح آخر في المنطقة المحتلة من الجزيرة، وبانتهاك بالتعبير بذلك عن انتهاك لقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن. وطبعا هذا يعد بمثابة وضع لغم في طريق الحل العادل للقضية القبرصية. وقد طبعا استمعنا باهتمام بالغ إلى تحليل الرئيس القبرصي أناستاسيادس فيما يتعلق بالانتخابات التي حدثت مؤخرا في الأراضي المحتلة القبرصية، وطبعا سواء على المستوى الثنائي وبعد ذلك على المستوى الثلاثي، فقد أكدت على الدعم غير المنقطع من اليونان إلى جهود الجمهورية القبرصية تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما طلبه الرئيس أناستاسيادس. والهدف هو أن يكون هناك اتحاد قبرصي فيدرالي يعتمد على حل المنطقتين والطائفتين، ويكون حلا موحدا. ومن جانبي فقد أطلعت فخامة الرئيس وفخامة الرئيس على التحركات الهجومية من جانب القيادة التركية ضد اليونان، وبعد فترة من الجهود الشاقة لإعادة المباحثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، فيكون موضوعها القصري فقط هو المنطقة البحرية والاقتصادية الخالصة. للأسف، وأكرر للأسف، فإن أنقرة
قد فضلت السياسة الاعتدائية، وبدلا من إعادة المباحثات الاستكشافية فقد فضلت إرسال السفن والاستفزازات من السفن البحرية، وبدلا من المناقشات المثمرة فقد فضلت الوضع بالتعبير عن مطالب غير شرعية ومن العدل. وطبعا كما أكد الرئيس أناستاسيادس والرئيس السيسي، ففي نفس الفترة قامت أثينا بالتوقيع والتصديق على اتفاقيتين شرعيتين لترسيم الحدود مع إيطاليا ومع مصر. وطبعا الاتفاقية التي تمت مع مصر دامت هذه الجهود لطوال 15 عاما من أجل المصالح المشتركة بين الجانبين. وفي نفس الاتجاه نتحرك في النقاشات مع ألبانيا، وقد اتفقنا بما أننا لا نستطيع أن نحل خلافاتنا الخاصة بترسيم الحدود البحرية، فإننا على استعداد للجوء إلى المحكمة الدولية، وعلى هذا الأساس يتم حل الخلافات بين الدول التي تشعر بتحمل المسؤولية. وعلى هذا الأساس فإننا نسترشد في بالقانون الدولي، وعلى هذا الأساس فإن منطقة البلقان ومنطقة الشرق المتوسط من الممكن أن تكون بؤر للسلام، مناطق للسلام والاستقرار. وكما قال الرئيسان، فبالفعل هناك مكان موجود إذا أرادت تركيا، على أساس أنها تتفهم وتتبنى ذات القوانين، ذات القواعد، ذات المنطق الذي تفرضه علاقات حسن الجوار. وطبعا لا نريد أن نكرر أن هذه الآليات الثلاثية، هذه الاجتماعات الثلاثية لا تتوجه إلى أي طرف ثالث، لا تقوم بإقصاء أي طرف ثالث، ولكنها آليات ضمن بلاد تعترف وتؤمن أنه من خلال الحوار من الممكن أن نحصل على فوائد لشعوبنا. نعلم جيدا في اليونان وكوبروس أن هذا الطريق طريق التحالفات هو عبارة عن ماراثون، وهو ماراثون من الممكن أن يكون مليء بالعراقيل، ونحن تجاه جار يقوم بممارسات، فإننا عن طريق القنوات الدبلوماسية فإننا نطلب من دول الاتحاد الأوروبي ألا تقوم ببيع أسلحة إلى تركيا، وهذا ما ينص عليه في الإطار من 2008. فلا يمكن أن يعقل أن الجانب الذي يتبنى السلام يكون بتوريد أسلحة وطلقات رصاص إلى جانب يكون بالقيام باستخدام هذه المعدات ضد دول أوروبا. وأيضا بالنسبة لاتفاق الربط الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يجب أن يكون لصالح الجانبين، فلا يعقل أن دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتم إعفائه من الرسوم الجمركية وجني الفوائد، وفي نفس الوقت تقوم هذه الدولة المرشحة بتهديد الحدود الشرقية ويقوم بزيادة حدة التوتر في البحر المتوسط. أعبر عن سعادتي أنني اجتمعت مرة أخرى مع الصديق العزيز السيد عبد الفتاح السيسي، وكان هذا الاجتماع أول اجتماع يعقد بعد اتفاقية ترسيم الحدود، وهو اتفاق تاريخي بين بلدينا للمنطقة الاقتصادية الخالصة، وسنحت لنا الفرصة أن نعترف بالدول
الدور الكبير الذي تقوم به مصر باعتبارها عامل للاستقرار في حوض شرق البحر المتوسط. ويجب ألا ننسى أننا قبل شهر تم التوقيع على الوثيقة التأسيسية لإيست ميد جاز فورم، حيث تشارك بها اليونان، قبرص، مصر، إسرائيل، إيطاليا، الأردن وفلسطين، وتتعاون جميعها في مجال الطاقة. وفي ذات هذا الشكل ومثل الآلية الثلاثية، من الممكن أن تشارك تركيا، لم يقوم أحد بإقصائها، ولكنها بممارساتها بأفعال قيادتها فإنها تظلم الشعب التركي في حد ذاته وتظلم مصالحها الحقيقية. في نيكوسيا عزيزي رئيس القبرصي نيكوس أناستاسياريس، أود أن أشكرك على هذا الاستقبال الحار، وطبعا تعلمون أنه من خلال تعاوني مع رئيس أناستاسياديس هناك تعاون وثيق. أود أن أهيك على هذا التنظيم الممتاز وعلى هذه الضيافة الحارة هنا في قبرصنا العزيز. وفي أيامنا لا يجب أن نقوم بحساب إلى أين نتوجه، هذه هي مقولة من الشاعر الكبير جورج سفيريس الذي كتب هذه القصيدة في القاهرة عام 1942، وهو طبعا شاعر كبير قد أحب بلادنا الثلاثة. نحن نسير باستقرار في طريق التعاون. عزيزي الرئيس نيكوس أناستاسياريس، عزيزي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشكر مرة أخرى على عقد هذا الاجتماع الثلاثي المثمر في إطار التعاون فيما بيننا. شكراً.